نيجي على يونت كام؟ ايه يونت 8. الجرامر برضو احنا بنبدا بيونت 8، بنبدا بالجرامر. الجرامر الموجود هنا حاجه اسمها باسيف. باسيف دوت اللي هو ايه؟ نيجي على الباسيف. الباسيف يعني مبني للايه؟ مبني للمجهول. مبني للمجهول يعني احنا في عندنا حاجه اسمها اكتف اللي على الشمال دي. اكتف يعني مبني للايه؟ يعني معلوم اللي قام بالفعل. الناحيه الثانيه اللي على اليمين باسيف يعني مبني للايه؟ مجهول، يعني مجهول اللي قام بالفعل، يعني ما نعرفش اللي قام بالفعل. ساعات كده بتسمع في الافلام القديمه كده في حادثه ولا حاجه ويقول لك اتأيدت ضد ايه؟ مجهول. يعني الشرطه قعدت تبحث ما توصلتش للي قتل ده ولا اللي سرق، فبيروحوا مأيدينها ضد مجهول. مين مجهول ده؟ مجهول مش عارفينه، يعني مش واحد اسمه مجهول. اتفرج على التحقيق بيجيب لك حاله. طيب تعالى بقى انا اهوت بمعنى تاني. الاكتف الجمله بتبدا بايه؟ سبجكت. سبجكت اللي هو ايه؟ الفاعل اللي قام بالفعل. طيب بس احنا هنا هنختص بزمن ايه؟ بريزنت بيرفكت. بس في البريزنت بيرفكت اكتف الجمله بتبدا بالسبجكت الفاعل، بعديه بيجي هاف او هاز، وبعدين باست بارتيسيبل، وبعدين اوبجكت. يعني someone has picked the strawberries. someone فاعل، has picked فعل في زمن بريزنت بيرفكت، the strawberries object. تعالى بقى الناحية التانية باسيف، القاعدة بتاعتها المفروض ان احنا بنبدأ بايه؟ الاوبجكت. بعد الاوبجكت هاف او هاز، هي كده كده بتكون موجودة انا بسيبها، بس ممكن اغير هاف الى ايه؟ الى هاز، او هاز الى ايه؟ ليه بغيرها؟ يكون مثلا السبجكت الاول كان مفرد فكان معاه هاز، لكن المفعول بقى اللي انا هبدأ بيه بلورال، يبقى احول هاز الى هاف. يبقى هاف او هاز بحط بقى كلمة ايه من عندي؟ بين. وبعدين الباست بارتيسيبل هو كده كده موجود، وبعدين احط باي والايه؟ وايجنت، ده اللي هو الفاعل اللي كان في بداية الجملة. يعني هنا نبدأ بـ the strawberries. The strawberries have been. جبنا have been وبعدين picked. ممكن أقول بقى by someone، بس هنا ما جبناش by someone، ده إن ده مش معروف أصلاً. someone دي ما أقولش by someone. فهمنا كده إزاي بحول الجملة اللي في البريزنت بيرفكت للباسيف؟ فهمت يا يوسف؟ تعالى بقى على الفيوتشر تنس، زمن المستقبل. برضو بنبدا بالاوبجكت اهي، خلينا في وبعدها ويل بي وباست بارتيسيبل وباي ايجنت. هي الجمله اصلا بيبقى فيها ايه؟ ويل، بيبقى فيها ويل، فانت بتكتب ويل زي ما هي وتحط بعدها بي وتروح على المصدر تحوله لايه؟ باست بارتيسيبل. يعني ذا دوجز ويل اتاك يو، هنبدأ بيو. ويل بقت ويل بي، واتاك بقت ايه؟ اتاك باي ذا دوجز. نيجي على الزمن الثالث بقى، بريزنت سيمبل تنس. البريزنت سيمبل ده اللي هو بيتكون من ايه في الاكتف؟ مصدر بدون اس مع الجمع، او مصدر زي الاس مع الايه؟ مفرد. ده تكوينه في الاكتف اهي، سبجكت والفيرب، او الفيرب زائد اس او اي اس، فيرب بس مع البلورال، زائد اس او اي اس مع السنجولار، وبعدين يجي الاوبجكت. لا في الباسيف بنبدا بايه؟ نركز كده، نبدا بالاوبجكت. بجيب بقى فيرب تو بي في البريزنت، يبقى بجيب ايه او ايه او ايه، وبعدين الفعل يبقى باست بارتيسيبل وباي. يعني مام ميكس بان كيك افري ويك. فين المفعول هنا؟ في ناس بتروح تجيب اخر كلمه، واحد يقول لي افري ويك. الاوبجكت اللي بعد الفيرب على طول، الفيرب ميكس يبقى بان كيك. Pancake is made by mom وبعدين every.
بعد كده عندنا باست سيمبل تنس. هنبدا بالاوبجكت، هجيب فيرب تو بي في الباست، يبقى ايه؟ باست بارتيسيبل باي ايه؟ ذا تشاينيز انفنتد ذا ايس كريم. لما جينا نحولها بدانا بايه؟ ذا ايس كريم واز انفنتد باي تشاينيز. عرفنا كده القاعدة الموجودة هنا، قاعدة الباسيف في كام زمن؟ present perfect، future tense، present simple، past simple. المهم هنا بنبدأ بالobject، بجيب verb to be في زمن الجملة، وبعدين المين verb بيبقى past participle، وبعدين تجيب by والفعل. هات كده الأندرلاين اللي على الجرامر بسرعة. لما جينا في الاندرلاين بتاع الجرامر اشوف الجمله بدات بالاوبجكت يبقى باسيف، اشوف الزمن اختار على طول التركيبه المناسبه. عند ستروبريز ان سمر، الجمله دي اكتف ولا باسيف؟ باسيف علشان بدات بالاوبجكت. طيب اقول بيك ولا بيكد ولا ار بيكد ولا ار بيكن؟ ار بيك. استنى اقول على الدور. ليه اخترنا ار بيك؟ علشان لازم يكون في verb to be وباست participle. طيب ما في ار تانية، لكن التاني بيكنج اي ان جي ما تنفعش. نيجي على نمبر 2. قول بقى potatoes were first، جايب لك وير، يبقى عاوزك تختار اي ان جي ولا باست participle. فين باست participle في دولت؟ جرو ولا جرو ولا جروان؟ جروان. نمبر 3 تي، بسرعة تي وعلي صوتك. هو ده تعلية الصوت. has been، هنختار ايه؟ has been drunk. نمبر 4 she's from me. is made. ليه ما قلناش ار ميد؟ علشان تشيز دي ان كاونتبل، كميه، والكميه بتاخد فعل مفرد. نمبر 5 ووتر ميلونز. اون ذا مون يت. طبعا البطيخ ده لم يزرع على القمر لغايه دلوقتي، هما زرعوا كل حاجه ما عدا البطيخ. لا ده جملة يعني، بضحك على الجملة يعني. هنقول ايه؟ haven't been grown. نمبر 6 in the 1500 chilies. chilies الفلفل الأحمر. active ولا passive؟ سنة فاتت هي 1500 وchilies ده أخذ، يبقى passive في زمن الماضي. وير تيكن. مشرومز ارنت، جايب لي ارنت، عايزك تختار ايه؟ فاون. اللي بعدها ستروبري تري ويل بي بلانتد. ذا ويندوز ويل بي ريبيرد. انيو A new dust bin tomorrow. Tomorrow will be home. نركز بعد كده نيجي على الرايت بتاع الجرامر تحت. جبنا الرايت. نمبر 1 قول كده. نمبر 1 They have helped the modern Olympic Games since 1896. عاوزك تبدأ بإيه؟ The modern. The modern دي فين في الجملة؟ بعد الفيرب. يعني عاوزك تبدأ بالأوبجكت، يبقى عاوزك تحول للباسيف. طب هو الأوبجكت هنا The modern بس؟ The modern Olympic Games. هلاقي modern لوحدها مش كفاية، مش ده اسم.
لا ده عندي مودر اولمبيك جيمز، يبقى كلهم كده ايه الاوبجكت. مؤمن بسرعه. الفعل عندي هيلد. الفعل سوري هاف هيلد. لسه عندنا هاف، يبقى نكتب ايه هاف بين، وبعدين هي كده كده بيكون باست بارتيسيبل، يبقى هيلد زي ما هي، ما هي هاف بيكون بعدها باست بارتيسيبل وبين بعدها باست بارتيسيبل وما بتغيرش، يبقى هاف بين هيلد. المفروض اجيب باي ذم وبعدين اجيب سينس ايه تيم، او اجيب سينس والسنة وبعدين اجيب باي، ما فيش مشكلة. نمبر تو، مام ميكس شوكليت شيب مافينز فروم ميلك ايس كريم اند شوكليت. هو جاب لك ايه بين قوسين؟ ارم، يعني جاب لك فيرب تو بي والباست بارتيسيبل، يبقى عايزك تحول للباسيف. قول كده كل واحد. ها فين بقى الاوبجكت اللي هنبدا بيه؟ ها شوكولاته هو فين ال فين الفيرب ميكس؟ يبقى الاوبجكت استنى، يبقى الاوبجكت اللي بيكون بعد الفيرب على طول اللي هو شوكليت شيب. يبقى نبدا بالشوكليت شيب. طب هي الشوكليت شيب بس افضل اكتب لغايه لما الاقي في فاصل بين الكلام، يعني في فروم. لا ده دي حاجه تانية بقى. يبقى هنا هنبدا بالشوكليت شوكليت شيب مافن، وبعدين هو جاب لك الفيرب اصلا ايه ارميد، وبعدين كمل ارميد ايس كريم ارميد. ارجع بقى اللي من اول اللي سبناه بعد الاوبجكت فروم ميلك ايس كريم اند شوكليت، وبعدين اجيب باي هير. نمبر 3، ماي ليتل سيستر هاز اوبن ذا ويندو. هتبقى ذا ويندوز، ذا ويندوز هاف هاف بين ذا ويندوز هاز، هتتحول الى ذا ويندوز هاف بين اوبن، وبعدين اوبند باي باي ماي ليتل سيستر. نيجي على نمبر 4 يوسف، عايزك تستخدم باي. هنبدأ بإيه؟ The door has been repaired by my dad. عرفنا كده ازاي بحول الجمل الى الباسيف. هنجيب الصفحة اللي بعدها. مؤمن قول لي كده نمبر 5 بسرعة، ما اسمع صوته بس في الحل، وتقول بصوت عالي. لو قلت فين اقول؟ ما اسمع صوته بس. الجملة ماي مام ويل كلين ذا راك. عايزك تستخدم باي ماي مام، يعني تحول للباسيف. هنبدا بيه ماشي، بعد كده اقول انا بس الجملة فيها الزمن ايه؟ فيها ويل، واحنا هناك قلنا على طول ويل تبقى ايه؟ بتبقى ويل بي، وبعد كده كلين بنحولها لايه؟ كلين. يبقى اقول كده بقى تاني ويل بي كلين، وبعدين اللي مكتوب بقى يا فيها حاجة دي عاوزة شغل. باي ما بغيرش حاجة، هي بيفضل زي ما هو. نمبر 6، بص على الجملة وقول الحل. ما اكتبش يعني؟ أقول طيب I will put my clothes in the wardrobe.
عايزك تبدا بالماي كلوز. My closest will be put in the wardrobe by me. بدأنا ب my clothes في عند will، يبقى will be و put هي الاثنين زي بعضهم، وبعدين in the wardrobe by me. بدر نمبر 7 على ده هتبقى تكملوه انت حل، قول بس كده، بص على الجملة وقول. نمبر 8 يوسف. They stole our car. عايزك تستخدم stolen. على طول stolen دي past participle. فين الاوبجكت اللي هتبدا بيه؟ our car. وبعد كده stole في زمن ايه؟ past participle. يبقى هنجيب ايه؟ هناك في الباست قلنا بجيب was where او where. by them. They بتتحول لايه؟ ما فيش حاجة صعبة فيها، نركز كده في الحل. ده كده القاعدة، نرجع تاني على نجيب الكلمات. وبرضو واحنا راجعين في طريقنا للكلمات انا هاخد dialogue. ده فادر وعماد بسرعة كده، النقط الأولى عاوزين فيها ايه؟ question ولا answer؟ question. إجابته بتقول ايه؟ I am reading a book. عاوزين نسأل سؤال على a book. هنبدأ بكلمة ايه؟ what are you reading؟ ولو أنا مش هجيب reading معاهم أقول what are you doing؟ قال I am reading a book. النقطة الأولى محمود عاوزين ايه؟ question. إجابته بتقول ايه؟ foods around the world. عايزين نسأل على foods around the world. هنبدأ نسأل عنها بإيه؟ what about؟ what بس، والكلمة الاستفهام بعد what. عايزين helping verb is. السبجكت ايه؟ ات، وفاضل كلمة يبقى what is it about. ما قولش what about. بعد كده does it talk about the Egyptian food؟ ده question. بدر نجاوب نقول ايه؟ yes. it does. what foods does it talk about؟ يوسف بيسألني بكلمة الاستفهام what foods، ما الأطعمة؟ قول بقى أي أطعمة أنت عارفها. أي حاجة. فيش، ميت، أي حاجة. فيش، كشري. نيجي بعد كده نرجع بقى على الايه؟ على الكلمات. كلمات بسرعة كده. lesson 1 و 2 اقرا. انا بس اقول انا. اقرا 1 و 2 بسرعة. It's scary. Brightly. موسكيتو. انورموس. انورموس. كومباس. جيل. كومباس. جيل. كاسل. تي سايلنت. كاسل. ريليز. سترينج. ثري و فور. بوينتنس. تيرن اب. تيرن اوت. تيرن اوفر. تيرن اراوند. تيرن اوف. تيرن اوف. نركز بقى في lesson 3 و 4 على المالتي بارت فيربس دول، على اللي هي حروف الجر. عند تيرن اب معناها ايه يوسف؟ تيرن اب يصل لمكان. تيرن اب يصل لمكان. تيرن اب. تيرن اوفر يعني شغل. تيرن اون معناها ايه؟ يفتح او
تيرن اون معناها تشغل النور. تشغل النور او تشغل التلفزيون. عندي تيرن اوفر معناها ايه؟ تقلب الصفحه. تقلب الصفحه. تيرن اراوند تلف كده تبص وراك. تيرن اوف عكس تيرن اون، تقفل الجهاز او تطفي النور. تيرن داون معناها ايه؟ يرفض دعوة. عندي كلمة اكسبلورر معناها ايه؟ مستكشف. يوسف اقرا 5 و 6. بي نوت ميل ميكس ميكسشر ميكس ريسيب مافن بول سبايسز سول استرونوت سير بيكن باودر 7 و8 مؤمن بسرعة. بعد كده عندنا الفريزز، في عندي حاجة اسمها هاندس اوف معناها ايه؟ بتساوي ايه؟ بتساوي ستاي اواي. هاندس اوف يعني ابعد ايدك ما تلمسش، ممنوع اللمس. اي دونت لايك ذيس معناها ايه؟ انا لا احب زي دونت تاتش لا تلمس هذا. That's impossible or no chance. نيجي على الاندرلاين اللي على الكلمات. نمبر 1 مؤمن بسرعة. She bought 2 teaspoons of baking powder. Of baking. هنختار ايه؟ هنختار بقى باودر ولا بوندر ولا باتر ولا فلاور؟ باودر. baking powder. اللي بيعض من دولت كلهم موسكيتوز. gives us the directions. compass. no number 4 no change. no change. my mobile phone is شوف كده هناك. ارجع تاني واحده تاني واحده ارجع لها كده شوف نو ايه في الاكسبريشنز. في الاكسبريشنز نو تشانس. نمبر 5 هي بلو اوت ذا اون هيز بيرث داي بارتي. بتنفخ ايه في حفله؟ بتسيبه يجاوب يا عم. نمبر 6 عايز كل واحد بس اللي يقول ده كده. قول نفسي. نمبر 6 مين هيقول نمبر 6؟ تشيليس. نمبر 7 ماي ماذر ميد شوكليت شيب. شوكليت شيب. شيب اللي هي النهاية. ثانية واحدة. نمبر 8 وبسرعة. He mixes the eggs and the flour in a small bowl. In a small bowl. نمبر 9 My father was an man. هتقول poisonous ولا soft ولا several ولا ordinary؟ كان راجل عادي. اسمها ايه؟ ordinary man. نمبر 10 ويف قام تو ستي فور وان نايت. جرو مع كام بنستخدم ايه؟ جرو هو بيتزرع كام بدل معسكر ده ولا ميد كام؟ طيب بعد كده خلصوا كده اللي ده. بعد كده الجرامر في عندنا على ايه؟ على البريبوزيشنز والاكسبريشنز. هاتها كده بسرعه. نمبر 1 الواحد يقرا وراح قايل الحل، واللي بعديه اول ما يقول الحل يروح الثاني قايل رقم الجمله وحده. انا خلصت. ايه تيرن 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 اند سو ا فريند اوف ماين. يبقى تيرنت ايه؟ انا لفيت كده وشفت صديقي وراي. يبقى تيرن if you this page you will be on page
75 تيرن ايه؟ اه تيرن اوفر. اه اذا تيرن اوفر بيكون ايه؟ I turned the offer اسمها on turn on. انا رفضت العرض لان انا كان عندي امتحان انا عندي امتحان بكره. يرفض بقى اسمها turn ايه؟ يرفض عرض. ارجع كده شوفها هناك في lesson 3 و 4 التركيبات بتاع turn. شوفها كانت كده turn on ولا turn up ولا down. يرفض يرفض. ها ترن ايه؟ اه يبقى نختار ايه؟ نصحصح كده. بعديها نمبر 4 اي ترن ذا رايت ويك اي جو اون. اه ترن اون. لا هو ترن اون ايه؟ ترن اوف. ان ايه؟ ان اوف. اه نمبر 5 هاندز ذيس باك از. اه هاند اوف. لما اقول ما تلمسش. اه هاند اوف. اه اوف. نمبر 6 they cut many trees to build their house. cut down. cut down. نمبر 7 what do you have? no. fast food. ها ماذا تعرف عن no over ولا around ولا about؟ نمبر 8 is a muffin or made from flour and made from. الفرق بين made of و made from. made from حاجات بيتغير شكلها بعد التصنيع طبيعتها. نيجي على نمبر 9 I thought my jacket will hit the road. لما الجو بيحرر بنخلع الجاكيت. يخلع بقى يعني تيك اوت ولا اوف؟ اوف. اه تيك اوف يعني يخلع الجزمه. اوف اللي اف واحده بتتنطق اوف اوف لكن دي اوف. اي ام وورد ماي كوزن هي از ايل. اه وورد ايه؟ اباوت. وورد اباوت. كده خلصنا يونت كام ولا لسه فيها حاجة؟ تعال كده نشوف الباراجراف اللي فيها عن ايه. المفروض ان انت تحل كده القطعة تقراها براحتك كده بيبقاش فيها حاجة وايه وتركز فيها. تعال على الاسئلة. الباراجراف هنا عن ايه؟ My favorite restaurant. الباراجراف ماي فيفورت ريستورانت. طبعا هتكلم المطعم المفضل بتاعك ايه وبتاكل فيه ايه وبتروح امتى وتقول كده رحت امبارح انت والاسره وانت اكلت ايه واخوك اكل ايه والاكل كان لذيذ ولا مش لذيذ بتكتب فيه. تعالى على الاسئله اللي تحت. هنحل نمبر 2 ذا فارمر هاز dug اب ذا فلاور بيت. عايزين نسأل على the flower bed. ماشي. وقعد ايه بدأنا بايه؟ هنبدأ بايه؟ بوات. عايزين helping بير. has. has. the farmer dig up. وبعدين the farmer ايه؟ الباقي كله اسئله تافهه سيبك منها خلاص كده. دي يونت كام؟ يونت